بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع اللي بتبص عليه الشقة بتاعة النهاردة. ده شارع عرضه 20 متر. هنا كده شكل البرج اهو اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة. ده كده يا جماعة برج ارتفاعه 12 دور، بيبص على شارعين، شارع ال20 متر اللي شفناه دلوقتي، وشارع كمان 8 متر. نبدأ بقى كده نخش الايه المدخل بتاع البرج. ده كده شكل المدخل اهو، ما شاء الله بالشياكة والجمال. ده جبسن بورد في السقف، وده كده عندنا سلالم رخام، وفي عندنا 2 اسانسير. كده بقى يا جماعة وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة. شقة النهاردة مساحتها 150 متر، شقة سوبر لوكس أول سكن. أول حاجة بيجي لنا هنا عداد الكهرباء، عداد كهرباء جديد كارت. نبدأ نخش بقى برجلنا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. شقة يا جماعة التشطيب بتاعها سوبر لوكس، 3 غرف وريسبشن قطعتين ومطبخ و2 حمام. ده هنا كده الريسبشن اهو، اول ما بندخل بيجي لنا الريسبشن ده بالتشطيب ده. تعالوا بس الاول نشوف المطبخ والحمام. هنا كده عندنا بيجي لنا جنب الريسبشن طبعا الحمام الصغير اللي هو حمام الضيوف. ده كده حمام الضيوف اهو يا جماعه، وده التشطيب بتاعه. ده السقف اهو برده مفيش فيه نشعان، طبعا الميه مقفوله، انما في ميه الحمد لله، ميه مقفوله بس لان الشقه اول سكن. بعد كده هنا بيجي لنا المطبخ بتاعنا. ده كده المطبخ اهو يا جماعه، وده التشطيب بتاعه، وده هنا كده الحوض، حوض طبعا الرخامه دي، او ده اللي هو الجرانيت بالحله الستانلس. ده كده مساحه المطبخ معانا، مساحته تقريبا 2 متر في 2 متر ونص تقريبا، أو 3 متر. يلا نرجع بقى نكمل باقي الشقة. ده كده ريسبشن أهو اللي إحنا شفناه، وده التشطيب بتاعه، جبسن بورد في السقف مع طبعا الإضاءات. ده كده يا جماعة شكل الريسبشن أهو، ودي طبعا البلكونة بتاعته. هوري لحضراتكم بس الإيه المكتبة برضو، التيفي كورنر. التيفي كورنر معمولة لذيذة صغيرة كده، طبعا معمول حساب عندنا برضو الصرف بتاع المكيفات، الحاجات الاساسيه برضو اللي متاكد منها من كل شقه ان معمول صرف للمكيفات. طبعا بتقص الماسوره اللي طالعه دي وبتركب المكيف بتاعك. تعالوا بقى نشوف الفيو برضو من على الشارع. دي كده البلكونه اهي. ده كده يا جماعه الشارع اللي احنا جايين منه من تحت. ده شارع عرضه 20 متر يا جماعه، ده شارع 20 متر، وده كده الفيو قدامك، فيو مفتوح ما شاء الله، شكل الشمس جميل. احنا دلوقتي وقت الغروب. ده كده الفيو او المنظر من البلكونه بتاعتنا. نرجع كده تاني، طبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. ده كده ريسبشن اهو قطعتين. تعالوا نخش بقى نشوف الغرف والحمام الكبير. هنا كده عندنا 3 غرف وحمام كبير. تعالوا نبدأ الأول بالغرفة الكبيرة الأول هنا معانا دي. دي كده تعتبر الغرفة الأولى، مساحتها تقريبا 3.5 في 3.5، برضو نفس الشيء، برضو جبسن بورد في السقف بالديزاين اللي حضراتكم شايفينه ده. ودي كده مساحة الغرفة. الغرفة دي بتبص على منور. ده كده المنور اهو، وطبعا برضو المنور خاص، يعني الشباكين دول معانا، شباك ده شباك ده معانا بتاع الغرفتين.
بتاع غرفه وحمام، لان الغرفه الثالثه بتبص على الشارع ال 20 متر برضو الرئيسي. هنشوفها دلوقتي. بعد كده هنا بيجي لنا الحمام الكبير. ده الحمام الكبير اهو يا جماعه، وده التشطيب بتاعه. ده كده اهو، وده هنا كده الشباك اللي احنا شفناه من المنور، شفناه من المنور. وده هنا طبعا الطقم الصحي بتاعنا دي روفيت يا جماعه، طبعا هي مقلوبه وريها لكم اهي دي روفيت. ده كده الطقم بتاع الصحي بتاعنا. ده كده الحمام. نكمل طرق التوزيع معانا. بيجي لنا هنا الغرفة التانية، دي كده الغرفة التانية اهي يا جماعة، مساحتها 3 في 2.5 تقريبا. المساحات دي يا جماعة الصافي، أنا بقول لحضراتكم على الصافي بتاع المساحات عشان الناس اللي بتحسب المساحة الكلية مع مساحة الغرف يقولوا لا المساحة مش مظبوطة. لا يا جماعة المساحة مظبوطة، ولكن المساحة اللي بتكون مكتوبة في العقد غير المساحة الحقيقية على الواقع، لأن بيكون داخل معانا السلم والمناول، كل ده بيكون داخل معانا في المساحة الإجمالي اللي بتكتب في العقد بتاع الشقة. ده هنا أهو نفس المنور برضو. دي كده الغرفة التانية. نشوف برضو معانا الغرفة التالتة. دي كده يا جماعة الغرفة التالتة أهي، مساحتها برضو تقريبا 3.5 × 3، مساحتها حلوة برضو مش صغيرة. وده برضو التشطيب بتاعها اهو، جبسن بورد في السقف. ومعانا هنا الايه الفيو على الشارع اللي هو العشرين متر برضو، ما شاء الله من الشقق الصحية اللي بتكون الشمس بتدخلها. فهنا كده عندنا الشقة بيدخلها الشمس على الغرفة دي وعلى الريسبشن. دي كده اهي تعتبر الغرفة الثالثة معانا. طبعا مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. نراجع مع بعض بقى بيانات الشقة مرة تانية بسرعة. الشقة مساحتها 150 متر تحت العجز والزيادة. الشقة 3 غرف وريسبشن قطعتين ومطبخ واتنين حمام. الشقة تشطيبها سوبر لوكس، أول سكن لسه محدش سكنها. الشقة في الدور العاشر، البرج 12 دور وفي رخصة. في عندنا عداد كهرباء جديد كارت، والغاز على باب العمارة تحت. الشقة عنوانها فيصل محطة حسن محمد تقسيم العشرين الجديد. الشقة مطلوب فيها 880 ألف، ولأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون وفي رقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.